طب انا كابتن احمد ايه، اتفاجئت بالهجوم على بيريرا؟ اتفاجئت طبعا بعد الماتش اللي فات، ويمكن انا اتكلمت في النقطه ديت ان تصريحات لا تليق برضو كابتن كبير، واتكلمنا على كابتن جمال عبد الحميد هنا برضو والكابتن طارق ايحان، تصريحات لا تليق اصلا بيهم كلاعيبه كبار وكم مدربين يعني لو هم موجودين في الاداره الفنيه ما كانش صح. هي دي نقطتي، لو هو موجود في الاداره لو الفنيه موجود كمدرب في هتبقى زعلان لما حد يتكلم عليك او حد يقول عليك كده، وخصوصا لما يبقى نجم كبير يتكلم عليك في الحته ديت، فدي طبعا حاجه لا تليق. انا بالنسبه لي دعم جمهور الزمالك للراجل فيريرا دوت. النهارده كنت هسالك بقى رايك ايه في موقف جمهور الزمالك اللي بعد ثواني انتفض وترند، يا بص غطى على اي حاجه في الدنيا، هو الترند دلوقتي جمهور الزمالك. بص انا هقول لك حاجه، فيريرا ما فيهوش هزار. فيريرا هو بالنسبه لي هو اللي هينجح مشروع نادي الزمالك الفتره ديت والفتره اللي جايه، هو اللي هيخلي الفرقه تبقى فرقه يعني متجانسه متكامله، زي ما بتقول بقى يعني، هو الراجل عنده كل حاجه يقدر يعملها او يقدمها لنادي الزمالك بنظامه والتزامه وكل حاجه، سيبك وتستمر طبعا وتستمر بعد كده، مش بتبقى طفره وتعدي. هي حاجات بتتحط، اصول المفروض تتحط الكل يمشي عليها، وهو الراجل دوت بيحط الاصول وبيمشي عليها دايما، عشان انا شخصيا اتعاملت معاه ولاعيبه كتير جدا اتعاملوا معاه، مش معقوله كل اللعيبه اللي اتعاملت مع الراجل وبتطلع تتكلم عليه كويس لحد دلوقتي كلهم مش فاهمين حاجه يعني. يعني مش معقوله. وخلي بالك اداره الزمالك ما هم مستنيين الراجل، ما رجعوهوش تاني عشان خاطر هو مش كويس، لا هو رجعوه عشان عارفين ان هو مدرب كبير وهيفرق وفرق مع نادي الزمالك الفتره اللي فاتت. طب بتتكلم فين انت؟ لا خد بالك، والاداره سابته فتره ما بيبقاش بيتدخل، دي حقيقة بصراحة، دي حقيقة، وده كلام حق يقال يعني، انهم قعدوا فترة فعلا من اول ما جه الراجل وكل الكلام الايجابي ما حدش هيقرب له، هو حر يعمل اللي هو عايزه، مساندين وعاملين مسويين، كان الكلام ده بتأكد. هي هو لسه اخر كام يوم ثلاثة اتقالوا برضو في بداية السيزون، كابتن جمال عبد الحميد اتكلم برضو تصريح كان في البداية ان الراجل ليه ما بيلعبش بالصفقات الجديدة والحاجات دي، احنا جايبين صفقات واحسن لعيبة في مصر وبتاع والكلام دوت، وانا شايف احنا يمكن انا كنت متفائل ببعض الصفقات اللي جايه في نادي الزمالك، ولحد دلوقتي ما قدموش حاجه، او في منهم اللي هو يا ستي حد قدم ما قدموش. هو صفقه جديده مش معناها ال10 يجوا يلعبوا. انا فاهم، انا معاك في النقطه دي، بس انا انت بتتكلم على نقطه بقى اللي هي موضوع الزمالك رايح فين او المشاكل اللي بتظهر ليه وكده، انا بتكلم على نقطه بقى تاني برضو بعيده، واكيد كل الناس شايفاها او اكيد الزملكاويه شايفينها، اي مشكله نادي الزمالك بتتضخم، اي مشكله لنادي الزمالك بتتضخم في اعلاميا. طب لحظه واحده انا بكلمك، طب انا ماشي في ناس بتاخد، في ناس بتاخد نادي الزمالك. استاذنك ماشي، استاذنك ماشي، هل لما يطلع يتقال على لعيبه الزمالك ان هم حش؟ لا انا ما بتكلمش على دي، انا بكلمك في العموم. اليس هذا لفظ هو ضخم لوحده يعني؟ يا بالعكس، ده انا شايف الناس عماله تقوله بتحفظ وبتحاول ان هي. لا انا ما بتكلمش على النقطه دي. طب يعني انا قلت لك التصريح لا يليق من الاول والكلام ده. طب لما يحصل هجوم على المدير الفني من جوه الناس مسؤوله في النادي، لما يحصل ده تضخم الاعلام فين؟ هو الاعلام مش الاعلام اللي عمل بالعكس، الاعلام انا شايف الاعلام مساند فيريرا بنسبه كبيره جدا طول الوقت. فين ده يا استاذ محمد؟ في انا شايف ان مفيش مساند. انا هتكلم عن نفسي في العموم، في العموم نادي الزمالك في بعض الناس او بعض الاعلاميين، انا بكلمك بصراحه، بعض الناس او بعض الاعلاميين او قنوات اعلاميه بعينها جايين على نادي الزمالك، اكلمك يعني بدون اسماء بس بالعند في رئيس نادي الزمالك، بس انا بتكلم بقى في الموضوع كله يعني. انت هو هنا بتتكلم على الفرقه وعلى النادي، ممكن نختلف مع فيريرا في موقف فني نقوله يعني ليه غيرت التغييره دي غلط عملت، لكن لما بيحصل وقت مساند طبعا طبعا. الراجل مدرب كبير موجود وفرق مع نادي الزمالك وفرق الفتره اللي فاتت وفرق في كل حاجه، فانا بكلمك بقى في حاجات هي بالنسبه لنادي الزمالك بتتضخم يعني في الاعلام عموما. يعني انا مثلا هو ممكن يكون نادي الزمالك ما بيعرفش ياخد حقه في الحاجات ديت للاسباب اللي احنا قلناها من شويه، لان في تجاوزات فبتداري الحق، بتداري او ما بتعرفش، او بتخفي الحق، ما بتتكلمش، بتغطي على الحق الحقيقي، دي حقيقه. فانا شايف ان نادي الزمالك اي مشكله بالنسبه له بتتضخم الصراحه في الاعلام. طب احنا يعني النهارده الجمهور عمل نموذج للوقوف جنب نادي، دي حقيقة مظبوط. هو جمهور نادي الزمالك وفريرا الثوابت في المنظومة.
يعني جمهور نادي الزمالك وفيريرا الثوابت في المنظومه طبعا، ويجي بعدهم اللعيبه اللي موجوده، اللعيبه هم اللي هيدوك يعني، واستقرار الاداري لازم يبقى موجود من الاداره دي، الاداره لازم يبقوا عارفين كده، وهم شافوا وانت مستقر او هم مستقرين وهم قافلين على الناس وقافلين بدون كلام وبدون تصريحات وبدون اي حاجه، الفرقه كان شكلها عامل ازاي والبطولات اللي جت لما إيه؟ بدات تتفتح الكلام الفرقه بقت عامله ازاي، الفكه اللي هتبقى موجوده والحاجات دي كلها. فانا بتمنى لم الشمل يبقى موجود بسرعه، لازم انا عندي ثقه كبيره في الراجل فيريرا دوت لو هو موجود. يعني حتى لو انت عايز تقعد معاه، وانا كلام كابتن سيد انا هسالك سؤال دلوقتي في القصه، ما تقولش حتى انك هتقعد معاه، يعني لو الدنيا فايره كده ليه تقول انا هنقعد معاه بكره عشان نشوف المركب قبل ما تغرق؟ طب ليه؟ افرض انا من حق اقعد مع المدير الفني، على فكره انا كاداره من حقي طبعا اقعد مع المدير الفني واسال ايه اللي بيحصل. ما انا عشان كده انا قلت لك الاعلام بيضخم ليه؟ هقول لك تصريح بقى عن النقيض، يمكن اتكلمنا فيه الاسبوع اللي فات ومر كده بسرعه، يعني دي حاجه حصلت ومن حق الكابتن محمود الخطيب يعملها. الكابتن محمود الخطيب كان جاي من السفر قعد مع كولر، وقعد مع كولر الاعلام كله ضخم الحته في ايه بقى، او علا في الحته انه جه من السفر جاي من السفر من الطياره على النادي على الكلام ده. ما انت لما يبقى يا كابتن احمد انا بكلمك بقى ايه، بص 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 التفخيم هنا، بقول لك ليه، والاسقاط هنا، ما انا بكلمك ما انا بنتناقش، لما تبقى الدنيا فايره يعني انت مفور الدنيا، ما تحاسبنيش على ردود الافعال، انت مفور الدنيا، غير لما تبقى انت مهدد الدنيا تصرف انت هتعمله الناس تاخده عادي. يعني هو يعني هو نادي الزمالك مش النادي بتاع رئيس نادي الزمالك، لا ولا بتكلم، لا احنا بالعكس، ده احنا بننصح رئيس نادي الزمالك.